قال الأديب مبارك بن تميم الحسين التميمي نصيحة لولده تميم. يا الله يا المبدي المعيد الأكرم يا اللي جميع الجود ملك يديك. يا الله يا المبدي المعيد الأكرم يا اللي جميع الجود ملك يديك. الحمد لك والمنة العظمى علي اللي لولاها ما اهتدي تدعيك. يا رب يا منان تقبل توبتي وشهدت اللي ما بها تشكيك. واسألك تهدينا الصراط المنجي يوم الخلايق كلها تأتيك. وعن المعاصي والزلل باعدنا واكتب لنا عصمة فلا نعصيك. واحفظ ذراري المسلمين وسدد خطواتها في دربها إليك. ويا رب من مد بك الأمل ما يخذل آمين وانا مالي العريضة فيك. ومن بعد ذا وصيتي يا غالي أقولها واسبك أنا وافديك. أقولها لك يا تميم وجيلك مني هدية علها تنجيك. عليك بتقوى الله بعسرك واليسر طوق النجاة وكهفها يويك. ثم الصلاة احفظ لها واجبها بكر لها قبل النداء يدعيك. وإن كان هذن قبل تسعى رجلك بحاذر تأخر والعدو يرديك. واحرص على الأرحام لا تقطعهم تبطي سنينك والوصل يغنيك. اخفض لهم دايم جناح الرحمة في الصلة حسنة وبنكها يوفيك. تميم وانا ابوك جعلك تسلم مضت سنين العمر وانا ارجيك. نفعتك لابار الرفيق الادنى وخابت ظنون وشوفتي تنبيك. ارجيك تحسن للقريب ولو قسى اصبر ولو جاء منه ما يوذيك. يا زين لو تدفع بالتي هي احسن ولا تنتظر حسن العرب تاتيك. ولا ترتجي الا الكريم الاعظم اللي من اسباب البلاء يحميك. لا ترتجي الا الكريم الاعظم اللي من اسباب البلاء يحميك. وان كان جاتك دعوة من جافي فبادر وسامح من ويرضيك. فلا خير في من عن ربوعه تأنف شطر مضى للشاعر بوحنيك. الشاعر المبدع رفيع المبدأ الراسي القاسي الغزير الشيك. ابو محمد يا جعل تبطي سنينه ويا رب عقبه اجر المحبه فيك. وصلوا على خير البرايا الهادي يا مصل تسلم بها وتنجيك. وصلوا على خير البرايا الهادي يا مصل تسلم بها وتنجيك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.